السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. تكلمنا بالأمس عن القلب السليم أو القلب الحي وأثر ذلك في التقرب من الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا أيضاً عن القلب السليم، ويعني نتكلم عن قسوة القلب. يعني ذكرنا قبل ذلك في إحدى الخطب أن هناك اختبار بسيط تختبر به نفسك إذا كان قلبك قاسياً أم رقيقاً سليماً صحيحاً. فقلنا مثلاً، هل أنت من الذين يصلون خلف الإمام والآيات تتكلم عن العذاب وكذا، والناس كلهم في الصف يبكون وانت واقف تنظر إلى المراوح والسقف؟ أو هل أنت من الذين يجلسون في محاضرة مثلاً عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس حولك يبكون، والبعيد قاعد عمال بيلعب في أنفه كأنه what is going on؟ أو بتذهب مع الناس إلى المقابر ويدفنون الميت وانت واقف على جنب عمال بتدفن سجاير وتحشش وعمال تضحك مع الناس كأن مفيش حاجة، like there's nothing. أو أنك تسمع بمعاناة إخواتك وأخواتك في الصومال وجوعهم وعطشهم وأنت لا تهتم لأمرهم، حتى تبخل عليهم يا أخي بالدعاء. هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من الذين يسمعون عن المجازر في حماه حماها الله، وفي سوريا يسر الله لها، وفي ليبيا لبى الله نداءها، وفي اليمن من الله عليها بالنصر والحرية، وتدخل عليهم بالدعاء؟ فوالله لهذا هو القلب القاسي. So a very quick check to see if you have a tough heart or you have a sensitive, sound and living heart. If you are one of those dudes who stand in the salah and the imam is reciting very emotional ayahs and everybody in the line is crying and there is a pool of water, tears under the people, and you are standing and looking at the fans, look how nice they are, like you don't care. Or you are sitting in a lecture and the sheikh is killing himself talking about the death of the Prophet or any emotional topic, and you are sitting there digging in your nose like, what is going on, man? Or you go to the grave and you see the people, they are burying the dead, and you are standing to the side smoking weed and cracking jokes with the people. Come on, man, show a lot. Or you hear about the suffering of your brothers and sisters in Somalia and you don't even make dua for them. Or you see the suffering and the killing and the torture of your brothers and sisters in Syria, in Libya, in Yemen, and elsewhere, and you don't care about them. If you are one of these guys, you have a tough heart. You should do something about this. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب. ربما يكون إنسان على معصية ولكن عنده قلب نقي يحتاج فقط إلى النصيحة الصادقة. Some of the people, as we mentioned last night, they might not be practicing, but they have a soft heart. All they need is a little push. They need a sincere advice. Wallahi, that's all it takes. وكلمة القلب في اللغة العربية مشتقة من التقلب. So the word heart, قلب in Arabic, is derived from the word قلب, which is to change, to flip. And in the hadith, hadith النبي صلى الله عليه وسلم, قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. The Prophet صلى الله عليه وسلم says in the authentic hadith that the hearts of the people are between two fingers of Allah and he flips them, he changes them any way he wants. وربما سبحان الله تأتي الهداية للإنسان على غير اختيار منه. يعني ربما في قصة القعنبي اللي ذكرناها بالأمس هو ذهب إلى شعبة وسأله من أنت وماذا تفعل، والقصة مذكورة بطولها في كتاب للعلامة ابن قدامة اسمها كتاب التوابين. أما الرجل اليوم، قصة اليوم، الفضيل بن عياض، يعني
جاءته الهداية رغم عنده هو ما كان محتاج الهداية ولكن الله سبحانه وتعالى works in mysterious ways. Some people go to guidance and some other people guidance comes to them. But they have a good heart. رجل اليوم أو قصة اليوم سريعا هي عن الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض كان شاطرا والشاطر في اللغة العربية هو اللص. كان حرامي شور in Urdu. كان لصا وكان قاطع طريق حتى يعني ملأت شهرته الآفاق الناس كلها كانت بتخاف منه لدرجة أن واحدة لما كانت تيجي تخوف ابنها بالليل عشان ينام هتقول له هتنام ولا أجيب لك الفضيل يأكلك سكت أبيع نروح نام على طول. So the man for today is Fudayl ibn Iyad and his story is also mentioned in the book of Ibn Qudamah At-Tawabin, The Repenters. Just like the story we mentioned last night about Qanabi. He was a thief, very infamous, very brutal, ruthless. And the people were so scared of him. So much so that if a mother wants to put her son to sleep at night, and he's not willing to, she will say, you sleep or otherwise I will get Al-Fudayl to eat you. So the guy would fall asleep. فالفضيل كان يتسلق الأسوار العالية في الليل ليسرق من البيوت ينتظر لما الناس ينامون وكان يتسلق الجدران العالية ليسرق منها من باب من طلب العلا سهر الليل حرام فطلع إلى بيت تسلق السور فإذا بشيخ كبير في وسط الليل يقرأ من سورة الحديد آية 16 قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال فيعني تثبتت قدماه تسمرت قدماه في مكانه وقال الآن يا رب ونزل ورجع إلى بيته. So one night he wanted to climb over a wall to steal from the house And in that house there was an old man reciting Quran and he recited this verse from Surah Al-Hadid, the ayah, verse 16. And the ayah says, isn't it time for the hearts of the believers to be humble to Allah subhanahu wa ta'ala and to take heed and to reflect on the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, the truth. He said, oh Allah, now is the time. He said that the verse hit him in the heart like a bullet. He froze in his place and he went home. ولزم الحرمين الحرم المكي والحرم المدني في العبادة حتى لقب بعابد الحرمين. وقصصه مشهورة جدا. So he went back home, he made tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala and he committed his whole life to worship in the sacred masjid in Mecca and in Medina until he was called the dedicated man to the service or the worship in Mecca and Medina in the haram. سأله بعض الناس لما التزم وسار من العارفين بالله قال له بعض الناس يعني ماذا حدث لك لماذا ما هذا الخير الذي أنت فيه قال والله كنت في يوم لا أذكر شيئا إلا أني في يوم كنت أسير في الشارع فوجدت ورقة من المصحف يدوسها الناس بأقدامهم فأخذتها وجعلتها معي ووالله ما كان معي غير درهم واحد فذهبت إلى العطار واشترى بها عطرا وعطر بها الورقة ووضعها في قطعة قماش ووضعها في حائط بعيد فسمع مناديا من خلفه يقول والله لنبيضن وجهك كما بيضت اسم الله. So one time a person asked him ما شاء الله why are you so righteous and you are so good what happened to you he said والله one day I was walking in the street And I see a page from the Quran thrown on the ground and people stepping over it. By mistake. So I took it and I kept it with me. He went to the store. He bought some perfume. He put the perfume on it and he put it in a hole in the wall so people don't walk on it. He heard a caller from the back that says, Wallahi, by Allah, we will honor you in the same way you honor the name of Allah subhanahu wa ta'ala. وبعد موته جاء لأحد الصالحين في نومه فقال يا فضيل ما فعل الله بك قال والله لقد غفر الله لي مغفرة واسعة قال ولما قال والله السبب الوحيد أننا كنا نصلي ركعات في الليل والناس نيام هذا هو السبب الذي أدخله الجنة After his death
He came to someone in his dream. So this guy asked him, "Oh Khudai, what happened to you?" He said, "Wallahi, Allah has forgiven me." And he said, "Why?" He said, "Because a few rak'ahs I used to pray at night. This is the only thing. Just like we pray today in Taraweeh. This is what we do, and this is the thing that took him to Jannah." نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا زلاتنا وإسرافنا في أمرنا. The question for last night was, if someone is holding a cup like this and the adhan is made for Fajr, what should he do? Can he drink? And brother Abdul Rahman Abdu said, "Yes, we can. Yes, we can drink." Where's Abdul Rahman? Come. MashaAllah. And because a young brother, one yesterday, almost all the people who emailed me yesterday and today are young brothers and sisters. Okay, the question for today, very quickly. Someone decides to break his fast for no valid excuse. He went home to eat something, he couldn't find anything, absolutely nothing to eat or drink. Is his fasting still valid? يعني إنسان قرر بدون عذر إنه يفطر في نهار رمضان ولما فتش عن شيء يشربه أو يأكله ما وجد شيئا أبدا فهل فسد صيامه أم صيامه صحيح؟ جزاكم الله خيرا.